اكتمل عقد المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا بطولة الكبار بتأهل رباعي مصري مغربي في تكرار لمواجهات سابقة. تأهل الأهلي والزمالك من مصر والرجاء والوداد من المغرب ليصبح المربع الذهبي الأقوى في بطولة إفريقية عربية خالصة. يبقى الأهلي كبير القارة السمراء بأرقامه المميزة وتاريخه طويل في البطولات الإفريقية، حيث يمتلك الأهلي العديد من الأفضلية على أندية المربع الذهبي من حيث التاريخ والبطولات والأرقام. يعد المارد الأحمر الفريق الوحيد الذي تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من دون خسارة في المباراتين. حقق الفوز ذهابا على صن داونز بثنائية نظيفة قبل أن ينجح البرازيليون في خطف التعادل من مخالب نسر الأهلي الجارح في ملعب لوكاس موريبي في مباراة كانت الأفضلية والسيطرة فيها لنجوم المارد الأحمر. أما الزمالك فحقق الفوز على الترجي ذهابا بنتيجة 3-1، خسر إيابا بنتيجة 1 من دون رد. الوداد المغربي بقيادة مدربي خوان كارلوس جاريدو فقد حقق الفوز على فريقه السابق النجم الساحلي بنتيجة 2 من دون رد قبل الخسارة في رادس بهدف من دون رد. الأمر نفسه تكرر مع الرجاء المغربي الذي حقق الفوز ذهابا على مازيمبي الكونغولي بثنائية نظيفة، خسر في ملعب الأخير بهدف من دون رد. كما يمتلك الأهلي الرقم القياسي بعدد مرات التتويج بالأميرة السمراء 8 مرات مقابل 5 مرات للزمالك، بينما يمتلك الرجاء 3 ألقاب قارية في خزائنه وللوداد لقبين فقط. المارد الأحمر تأهل لنصف نهائي دوري الأبطال للمرة 16 في تاريخه مواصلا تفوقه على جميع الأندية القارية، بينما تأهل الزمالك للمرة 10. تأهل الثنائي المغربي لنصف نهائي البطولة القارية للمرة 6 في تاريخهما. تسويقيا أيضا يواصل الأهلي تفوقه على الأندية 3، حيث تبلغ القيمة التسويقية للاعب المارد الأحمر 28,150,000 يورو، يليه الزمالك وصيفا بقيمة تسويقية تصل ل 18,050,000 يورو، ثم الوداد المغربي في المركز الثالث بقيمة تسويقية تبلغ 14,090,000 يورو، وأخيرا مواطنه الرجاء في المرتبة الرابعة بقيمة تسويقية تصل ل 13,060,000 يورو.